من قلب الحدث محمد سعد زميلنا علشان يكلمنا عن حفلة ويجز، الحفلة الضخمة اللي في العالمين، ارينا العالمين. اهلا بيك يا محمد. مساء الخير يا سهام، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك. الحفلة شكلها لسه ما بدأتش. لا، الحفلة بدأت. ويجز بيغني دلوقتي يا سهام. انا مش زي امبارح. الحفلة مكسرة الدنيا حرفيا. طبعا. كلمني عن الاجواء بقى وتفاعل الناس. انا عارفة ان لما ويجز يتقال ويجز جاي في حفلة اللي ما فيش بيبقى مكان، يعني خلاص في خناقات. بالظبط. الدخول النهارده الطبيعي يا سهام، الدخول بيبتدي من الساعه 6. النهارده الناس كانت موجوده من الساعه 3 العصر عشان تدخل حفله ويجز. صح. يعني حقيقي تنظيم هايل جدا. اعداد ضخمه. التذاكر اساسا سولد اوت. مجهود جبار بيتعمل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان تنظيم المهرجان ده يطلع بالشكل ده. كمان مجهود مهم جدا ولازم نذكره يا سام من وزارة الداخلية والتأمين، من وزارة الداخلية، تأمين مدينة العالمين، تأمين الأعداد الضخمة اللي احنا شايفينها دي جوه الحفل. طبعا انت لو شفت الأعداد جوه الحفل يا سام يعني هتتخض من آلاف مؤلفة موجودة داخل الحفل، لدرجة ان في ناس خارج الحفل. عارف متخيلة انت بتتكلم عن ايه جوه؟ ده حقيقي. والناس طبعا كلها متحمسة، فئات عمرية مختلفة، شباب وشابات، أطفال، كبار سن، كلهم موجودين في حفلة ويجز. طبعا تفاعل جماهيري كبير جدا، إقبال جماهيري. كلنا كنا متوقعين إن حفلة ويجز هيكون فيها الإقبال الضخم ده. طبعا تنظيم هايل كمان من الناس بتوع شركة تذكرتي لتأمين الدخول والخروج الناس بشكل سهل. يعني الناس بتدخل. طب أنا بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. محمد سعد زميلنا من العالمين.